جاني انهيار قفلت الكتاب مره ثانيه. انا جيت اديداس لان هو المكان الوحيد صراحه. خلاص يا ناس خلوني اتصور. بس اللي سوى الحظ انه انا ومين يعني انا. يلا مره طعم الكيك يا اخ. في احد يطالع؟ تكفى بصور فلوق. صباح الخير من يوم الاحد. او ماي جاد حياه الجامعين ما عجبتني بنات والله وحشتوني. ما يا جماعه انا ما اسوق بس جاي اشغل السياره عشان بابا قال اروح اشغل السياره واشغل المكيف. سويت ماتشات اليوم ابغى اصير في الجامعه عشان اسوق واسيلكم كذا فلقات. يا جماعه اكيد تستغربوا انه طب ليش من يوم الاحد قاعد تصور لنا؟ هل انا رايح المدرسه؟ انا منين رايح المدرسه؟ انا راح انقل من مدرستي لمدرسه ثانيه اللي هي لما اقول لكم اسمها. وفي كثير قاعدين يقولوا جوجو فين اشتريت المدرسه؟ فين فلوق تجهيز المدرسه؟ صراحه حتى انا ابغى احاول اعيش الاجواء هذه بس للاسف اني ما راح اعيشها يوم السبت، حعيشها يوم الاحد. حيتقدم عنكم بيوم. طيب ليش؟ لانه انا طلبت طلبي من شيئين وللاسف اني ما راح توصل الا بعد اسبوعين. فللاسف انا ما عندي لا شنطه، ما عندي كتب، ما عندي اقلام، ما عندي ما عندنا بابا. فدحين الان الصباح اللي هو الساعة مدرسة كم بروح نسجل في مدرسة جديدة، بروح مدرسة أهلية، أنا في حكومية فبنقل لأهلية. فتوقعتكم هل حيقبلوني ولا لا؟ ما أعرف. اللي ما أعرف ليش حدخل مسار، حدخل مسار صحة. أنا نفسي أصير كذا شيء في المستشفى، يعني ما عندي مشكلة صراحة أصير أي شيء، بس إنه فكرة اللي أروح الجامعة وأختار اللي أبغاه ما أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش فيه؟ أوه مكاننا طول، تعبت نشغل السيارة. بس عارفين الشعور اللي انا نفسي اتهيأ لي؟ انا سايبة الباب مفتوح حتدخل بس استنى بروح اقفل الباب واجي. سنين وليال تخيلوا هذه الماتشا نفس الكوب من عرصيف، محل اسمه عرصيف، بس انا سرقت الكوب لانه مرة حلو. يعني قال لك ان انا في الاجازة ابغى اسوي جلو اب وتغيير وكل شيء. طبعا يا جماعة خلاص ابشركم استلمت المريول ودحين رايح مدرستي القديمة عشان اخذت ورقة القبول عشان يعطوني كتبي من هناك. هنا طردوني قالوا ما في كتب هنا كمان. خلاص واضحة غطيت على اسم اختي جود. يلا الى الطريق لمدرستي الثانية وان شاء الله ما يهزوني. خلاص اخذت الملف، تم طردي بنجاح. واخذت الكتب، اخذت بس كتب العام، قالوا لي انه مدرستي الثانية هم يعطوني كتب الصحة. إن شاء الله يكون اختيار صحيح. دحين راجعين المدرسة مرة ثانية عشان نعطيهم ورقة القبول. وسهر الليل إحنا ما سهرنا من جد، لو إني مداومة أحسن. أكثر واحدة تمشور اليوم مين؟ بابا. مسكين والله من الساعة كم؟ 7 صباح؟ من الساعة 7 نروح ونجي نروح ونجي لين آخر شيء دحين رايحين لكرم. من جيت اليوم في العصر مرة ثانية عشان بسوي حواجبي، الحين بدخل اوريكم كل حاجة. شوفوا هذه العيادة حقتي، طبعا هو بس حيكون تشقير يعني يشقر الشعر الزايد. طبعا ضمن التجهيزات ان انا اجي اسوي حواجبي، معلش ما اقدر اداوم حواجبي كذا. ف شوف عبايتي الجديدة، جيت عيادة الجودة بسوي حواجبي اشقرها، ممكن اسوي وجهي، بدخل اشوف اذا ينفع مع الحبوب ولا لا. خلصت شوفوا، شوف ما نشوف الأشقر هذا كله تشقير ليزر، يعني بحيث إنه الشعرة نفسها تصير شفافة. فصراحة هذا مرة شيء حلو سويته من قبل، هذا ثاني مرة أسوي راس. وصراحة بعدت عن التشقير هذاك حق اللي لونه اللي يسووه كذا عادي في البيت، لأنه أنا شعرتي ثقيلة فيخلي الشعر شوي لونه أصفر. فخلاص سبته وقلت إنه سعره أصلا رخيص، التشقير الليزر في العيادات سعره رخيص دائما. فسويت اصلا عنده معروض، فتعالوا العياده هنا ترى حلو. هذا مو اعلان بس تعالوا يعني اللي بيسوي. تدرون ايش؟ انه مره كان نفسي اسوي تشقير الوجه الليزر، بس لسوء الحظ انه انا وجهي ما شاء الله هذه الفتره متروس حبوب فما حق، لانه كذا قال لك انه ممكن يضرني زياده. بس انا الحين قاعد استنى ماما لما تخلص. هذا بر الوالدين، هذا بر الوالدين. صراحه تعبت وانا استنى ماما،
خلاص يلا بسرعة ماما بسرعة بليز. الحين أنا وماما بناكل لنا فول جوع صراحة. أنا هذه الأيام مدمنة شيء اسمه سلطة. أسأل ماما في البيت كل شوية أقول لها تسوي لي سلطة. سلطة آخر الليل أشياء مرة مصحية. أقول لها تسوي لي سلطة بداية اليوم وآخر اليوم ما أكل لي كل شيء غير صحي. ما أكل الجبنة ما أحبها. لا ما أحب الجبنة. ماما تقول هذا صحي. يا حول ولا قوة إلا بالله. كذا نسوي. الله الله على الحركات. زين نحط هذا الكريسبي كذا. مش ما تبعد مخلص. أو قهوة اليوم. بروح بينا أوريكم هو شوية. نحلب الآخر لحظة. زين كذا نسوي. أت ميكس. ما شاء الله ماما حركات الأمهات. يلا سيتم الأكل وارجع لكم شوية. تخيل بابا راح يقصر مريولي ايش اسمه؟ يخيطه يضيب يقصد. طيب جينا اليوم ساكو. جينا الحين ساكو عشان نشتري اشياء المدرسة. ما راح اشتري حاجة الا شنطة لانه صراحة ما عندي ولا شنطة في البيت. يلا الحين يلا امشي معي هم نشتري اشياء المدرسة. يلا ايش رايك اخذ هذا؟ خلاص تعال تعال اهدى. بنت فين ما فين شنطتي يا بابا؟ تاخذ بدون ما تجي؟ تاخذ هذا يا كرم خذ دائما تجري تجري اشتري لك اسمع اشتري لك هذه. الله عجبتك؟ ايوه يلا علي انا مقلب بالزمه غالي. شوفوا الو ال كانت ادماني انا صغيره بس ما كنت اشتري هذه كنت اشتري هذيك الكور عرفتوها دحين طوروها صارت بيضه الله الدنيا. ايش هذا؟ الله ايش حلو هذه. الله كرم في عالم وانا في عالم. ابى اشتري شنطه بسرعه اشياء المدرسه فين؟ بكره المدرسه وانا ما اشتريت شنطه ولا ضايقت مريولي ولا شيء. يا حمار امشي بسرعه. المعنى الوحيد اللي لي ماضي يخوف شوي مع اليوتيوب تذكروا الاقلام هذه؟ هذه شفتوا هذه الاقلام؟ كنت اتابع واحده امريكيه في اليوتيوب. طيب تخيل كانت تصرخ على امه وتبكي عشان بس تشتري الاقلام هذه. ربي جابت لي الكتاب مره تقرا الحيوانه مره. ليش كنت اتابعها ما اعرف. بعدين امه اشترت لها هذا كله. شوف تخيل هذا كله اشترت له هو. يا عاف قررنا نجي نشرب ماتشا وكركديه. ف شو كرم طلب كركديه والماتشا مين طلبه؟ ما احتاج اقول لكم مين يعني انا. يلا بالله خجرب الكركديه واقول لكم ردة فعلي. حبيبي حبيبي الا بجرب انا بجرب اول شيء. خلينا نجرب الماتشا. يلا اسسه نصور يلا نجرب الكركديه. مره طعم الكركديه يقرفك والله رهيب طعمه يشبه حق ديلي كوب بس هذا يا ايوه ما يقرفك يشرب هذه طعم سدر. كيف بدك تسدر؟ اف مليون خلاص كلام والله يا عبايد توسخت بالاحمر لا افجر. تم التهكير ست اشهر ماتشا زي جوجو حتى ما وصلت تشرب ماتشا. خلصنا ماتشا صراحة مرة طعمة بس حق الرياضة اللي جربتها مرة كانت أطعم. أنا جيت أديداس لأن هو المكان الوحيد صراحة لقيت فيه شنط زي الناس وبكرة خلاص باقي كم ساعة ولازم أرجع البيت فأخذت هذه السماوية مرة حلوة معليش أنا أحب أشطح في الألوان ألوان الشنط. السنة اللي راحت شنطتي كانت خضراء متخيل؟ مع اني كنت باخذ اسود بس مره صغيره. خلصنا علبة المريول لا تنسوه. خلاص جينا مشغل نواف. مين نواف ما نعرف بس انه جينا الخياط ناخذ المريول. صباح الخير تبي صحيت من النوم دحين بقى
مقلب ما نمت. قلت مين ينام وبكرة أول يوم مدرسة ومدرسة جديدة، يعني ليش أنام؟ ما رح نام، معلش الحماس مو راضي يخليني أنام. زبدة تخيلوا، جهزت شنطتي حطيت فيها أشياء بسيطة، معاني ترى مقهورة أنا ما وصلت طلبية شين، مرة مقهورة. كذا كنت مجهزة مقلمية وشنطة صغيرة جوا حط فيها كذا شوية ميك اب يعني مرطب وأشياء، بس لحسن الحظ ما شاء الله ما جات، باقي لي يومين وتجي. شوف اليوم بجرب معاكم هذا الشيء، شريته من شيئين بنات خيلوا، هذا اللي تمسحوا فيه الميك اب، فقلت ليش ما نجربه مع بعض وبوريكم اذا من جد صح ولا كيس. فقره تجارب شيئين، واضح اني قاعده اتهرب من النوم صح، بس يقولين عشان يبان في الفرش هنا، انا اخذت المغسله اللي احتاجها لانه في فرش مره كثير، فهذا اكثر شيء احتاجه تقريبا، وهذه اشتريتها جديده يوم رحت مصر، فقلت بغسلها خلاص كلها مره واحده. فاول شيء راح احتاج اني احط غسول، انا استخدم هذا اذا جيت امسح اغسل الميك اب، امسح الميك اب ايش فرش الميك اب معلش، برضه كذا من الفرش احط شويه. او ماي جاد، تعالوا اوريكم. لا الا شوف فرش كيف صار. هاي اسمع بغسلها كلها واجي. شوفوا سويت مسبح للفرش وكلها صارت متروشه. شوفوا خلاص حطيتهم كذا، بس انا لين بكره نقول ان شاء الله انها تنشف، لانه انا بدونهم ما راح اروح مدرسه حغيب. تدروا ايش ليش كلكم تتضايقوا لما تشوفوا تسريحتي كذا مره مكركبه؟ ترى مره احب المنظر هذا، مره احب منظر غرفتي وهو مكركب، خصوصا التسريح خلاص كل حاجه قدامي. طبعا الحين ببدا اسوي شعري. صوتي رايح فيها الزبده. الزبده اللي بستعمل هذا الاستشوار حق وكسانا، فبستشور كذا على السريع واجي. ما ايش احسن سيرم شعر جربتوه مع الاستشوار اللي هو للحمايه؟ انا اللي جربت هذا، طيب هذا حلو يعني عادي صراحه، بعضهم يقولون انه زيت بس انتوا لا تبخوه مره على الشعر بزياده. وقيت جربت هذا اكيد كلكم تعرفوا، هذا فيه في كل بيت. بنات شوفوا ابغى اوريكم حاجه، بنات هذه الرولات تعرفوها، دقيقه الله يقلع الشيطان، تعرفوا هذه الرولات صح؟ بنات هذه ما تضبط معاي في شعري كذا. تخيلوا بنات انا اسوي شعري كذا يتنتف معاي تنتيف كذا، شعري يخرج مع هذا، لا كيف اسويها؟ بس بوريكم حاجه من جد مره حلوه اعتمدتها بنات، كل بنات المدرسه كانوا يسالوني عنها. شفتوا هذا القطع بنات؟ هذا من شيئين، تلفوها من فوق وتلفوا كل شعر عليها، يعني تقسموا شعركم من النص وتلفوا كذا عليها، بعدين يطلع كانه ويفي، ولو كنتوا مستشورين كمان يطلع خلاص كانكم مسوين ويفي وتعبانين عليه 5 ساعات، رهيب. هذا البلاشر حق ريفولوشن بنات مره حلو، جربته على يدي طلع مره خيالي، ف ان شاء الله يثبت معي لنا اخر اليوم. بنات معلش ما في اي اختراع، بس بحط هذا عشان احط مناكير ويدي تكون فوق مرفوعه من ريميل، رش البنك حقته رهيبه. ليش بديت هنا ما اعرف، بس يلا عادي انا بخليها طبقه خفيفه. تخيلوا يروح يخلوني امسحه. طب ولا بحقني صاحي من بدري، بنات مره حلو. شوفوا كذا من الكاميرا الخلفيه، شو اخر خطوه ايش بسوي؟ ببخ كذا، ببخ لي اخر مره لاني ابغاه ينشف. لا تنسى ذاك الترند حق تيك ماي بيكتشر، يلا جيت ريدي وذ مي، جهزوا معايا مع ظفر الجديده. وحشتكم فقرة راس الكبير ايس جايز، اضافر والله على البدل اليوم مرة واجب. خلينا نمشطها كذا شوية عشان تشوف الشكل اليوم سويته مع الليزر بنات، شكل الحاجة في الحقيقة مرة حلو. اسمع تخيلوا بنات تخيلوا، امس لما دخلت الفصل، مين دخل الفصل؟ الوكيلة جات معايا قالت يلا يا بنات نرحب بصحبتكم الجديدة جميلة، انا وجهي كذا، وجهي صار احمر من الضحك، ماما جنبي جالسة تضحك. الزبدة اليوم زي ما تعرفوا اطفي المكيف خلاص شوية شعري زيت عشانكم، حب افعال. زي ما تعرفوا ان اليوم اول يوم دوام لي في مدرستي الجديدة،
صراحة الوضع يوتر شوية، المنبهات بدأت تشتغل، الوضع يوتر شوية لأنه شوف أنا أعرف ناس هناك، وتجرب بالصدفة شو اكتشفت إنه صاحبتي اللي من الروضة، يعني درست معاها في الروضة، حرجع أدرس معاها دحين، أدرس معاها خلاص في الثانوي، فهذا شيء حلو صراحة. فا يصح بنات شوفوا بستخدم اليوم البلاشر حق ريفولوشن، أكيد تعرفوه، بنات مرة حلو، أحس ينفع صباحي. فتخيل إنه محطاني في فصل بنات، أحس راسي هو كبير مرة يضحك، هذا مبين. طيب خلينا ندمج الأشياء. المهم إنه إيش في الفصل حقي، أنا دخلت المسار زي ما قلت لكم، دخلت مسار صحة. فتخيل إنه في المسار حقي بس في كم 15 طالبة يمكن، إذا ما خاب ظني 15 طالبة في الفصل، وكلهم مجموعات، يعني كل خمسة في مجموعة. أنا جيت متأخر شوية، تخيلوا رحت سجلت في أول يوم مدرسة، يعني بداية الدوامات. فصراحة مرة تعبنا أنا وماما، كل شوي نطلع ننزل نطلع ننزل، لين رجعت البيت حسيت إنه رجلي تفقعت حرفيا. أحط كذا، أصلا ما أبغى أكثر ميك اب اليوم، والعدسات يمكن أفصلها قبل ما أخرج لأن أحس شكلي فيها أوفر. ولازم أخذ ستايل البنت الدافورة، البنت الشاطرة. فكيت الكتاب حق الرياضيات والكيمياء والفيزياء، جاني انهيار، قفلت الكتاب مرة ثانية. قال لك على اساس اني ابغى احضر، اصلا ما اعرف ايش نظامهم هناك في المدرسة، يعني اذا هم من النوع اللي شددوا على الدروس واجبات اشياء كذا ولا لا. لونه كيف؟ شوفوا كيف لونه كيوت. ايش كمان ايش سوي؟ خلينا نتفرج شوي. سنة ترى الساعة 5:53، احنا بنخرج من البيت الساعة 6:15. Welcome to college B. This is gonna be a blast. مش كل حاجة واخلص واجيكم. ولولو ما خرجتش يوم. والغرفة سوق جمعة. Okay guys خلاص شوفوا المريول. فماما كوت لي هو، الله يسعده مرة شكرا. شوفوا جزمتي مجهزتها. فيلا بلبس المريول واجي. Guys انا كذا جاهزة خلاص. ترى مريولي امس غدر فيني رجال وما تضيق مرة، يعني احس ما تغيرش اصلا عن اول. بس وريكم مش بلبس عباية. شوف العباية بلبسها، بلبس هذه العباية. يدها فين راحت؟ ايوه شوفوا، شوف كيف من الاكمام حلوة مرة، ان شاء الله ما يصفقوني. بس والله انها حلوة يا اخي، ودي اكشخ اليوم ما ادري ليش. وكنت مجهزة اساور اكسسوارات بس ما لي خلق صراحة البس ولا شيء، بلا حفلة بلا تبن. اوكي حبايبي فخلاص، بس الحين مستني اهلي يخلصوا عشان نخرج. بنات دائما اصور لكم عبايات اور عباية، فهذه العباية منهم مرة حلوة. هذه مو اعلان، تقييد المحتوى. ما اشوف بلبس الجزمة هذه حقت سامبا. كانت عندي السودة بس ابى البس السماوي لانه هذا اشتريته المدرسة. بس خيلوا شوفوا نسيت احط فيها الحبال. يا ربي مو وقت اتذكر الان، مرة مو وقت اتذكر الان مرة. اوكي اجيك في السيارة. بسبب حاجة الساعة 6:46. ايش الحماس هذا ما شاء الله. بابا والله مرة بدري، بابا ما ابغى اخش الطابور يا بابا، كذا اول واحدة واجي اخش الطابور ما ابغى. اكثر من جد ما ابغى. كرم بنات شوفوا طلبنا ايش؟ طلبنا من هنا، طلبنا عطور، عطر للمدرسة، وطلبنا عطر مفارش ريحة تموت. كل اصلا فتحنا شوفوا في الصالة كلنا انهارنا، صار انهيار جماعة في الصالة. فبس بجلس اجربها كذا حق كم يوم، وإذا حسيت ثباتها حلو كذا بتكلم لكم عنه. ترى هذا مو علام بس إنه كذا أقول لك بتكلم. شوفوا رح تجيب العطور من الصالة عشان أوريكم هي. فخلاص بجربها وأقول لكم بعدين إذا حلو ولا لا. بس أصبروا بوريكم حاجة مرة حلوة. الله مرة كيو. شوف شنطتي هناك رميتها. وهنا اللي حطت لنا السكرات. والله صراحة إبداع إبداع.